الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش. الجامعة دي ما فيها يعني أتباع الترابي؟ ما في. أبوك ما... أبوك الشيخ الترابي توفى، تعال دافع عنه الليلة، قال عذاب قبر ما في. الليلة بتعرف الصحن ما في، ذو تابع للترابي حزب تحرير ما في، أخو مسلم أخوان مسلمين ما في، صوفية ما في، بلا الجزيرة دي منتشرة فيها صوفية ما في صوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير رسول الله أجمعين. أنا سمعت قبل اليوم إنه في منبر هنا من أركان النقاش، سمعت قلت يا جماعة والله إنتوا لو خشيتوا الجنة أنا نحن نطالب الله بتعويض من الجنة. السؤال، أنت ضامن دخولك الجنة لمن تطالب الله بتعويض من الجنة؟ وأنت منو لمن تطالب بتعويض من الجنة؟ وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل قال إنه كان شاف واحد مننا هنا إنه قال لو في ناس كده خشوا الجنة هو بطالب الله بيتعويض. هايتو ديل ما نحن، لأنه نحن كلنا ما ساكنين مدني هنا ولا بنقرأ في الجامعة دي، فيكون تشابه عليك البقر، لأنه ما كل المدردم ليمون. صح أنصار سنة ممكن تلقاهم زي شكلنا، ممكن تلقى تكفيرين عندهم الشكل الظاهر، لكن تمشي شوف الناس اللي قالوا الكلام ده شنو، وده كلام باطل، كلام ده باطل لو قلت أنا ذاته باطل. لماذا؟ لأن هذا تألي على الله. في حديث الإمام مسلم أن رجلا كان يعظ أخاه فيقول له يا فلان اتق الله، ده كان بيقع في المعاصي، قال فقال له يوما ألا تتق الله أو كلمة نحوها، والله لا يغفر الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى قد غفرت له وأحبطت عملك، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فنحن ما ماسكين باب الجنة ده يخش وين ولا ده يخش وين. نحن قلنا لك هنا كلمة، ودي ممكن لو دار انت تعال ناقش فيها، الترابي مات على غير ملة الإسلام، وأنا الكلام ده مسؤول منه أناقش به وأي زول، وما دار لك وارك. أسي الآن أفتح اليوتيوب، أفتح الآن أكتب فتاوى الترابي ذات البلاوي، بيجيك مقطع من 8 دقائق، حافظنا الحمد لله، فهمت؟ بيجي بيقول عذاب قبر ماف، قال الآن يقول لك في عذاب قبر. عذاب قبر إيه يا أخي؟ قال يا أخواننا الآن ما في وحوش قاعد تاكل، والهندي قاعد تحرق الناس يا أخواننا، وأمريكا قاعد تحرق. قال لي يقول لك في عذاب قبر، عذاب قبري مع الحاجات دي وين يا أخواننا؟ وهذا الرجل هذا المنطق الذي يناقش به أدلة الإسلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده منطق أبو جهل وأبو لهب والمشركين الأوائل، لأنه ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل لما جاء العاص بن وائل السهمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ في يده عظما باليا، فقال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا العظم بعد هذا؟ وقام فتاه في وش النبي عليه الصلاة والسلام زيادة في السخرية وفي الضلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يبعثه الله ويبعثك ويدخلك النار. فربنا أنزل آيات من أواخر سورة ياسين، ربنا قال وضرب لنا مثلا وشنو ونسي خلقه، ده الرد عليه، قال من يحيي العظام وهي رميم، ربنا رد عليه في بداية الآية ونسي خلقه. الأصعب على الإنسان الكرسي ده يتلجن ويتكسر، أصعب أدخله فرن وأديه نار وأنزله في قوالب وأجففه وأضرب بوهية وأرجعه كرسي تاني، ولا الأصعب إنه أجي أفتش لي حديد حتى بعد ذاك تاني أجي أسهره حتى أجي أنقيه حتى أخذته في قوالب حتى آخر؟ الأصعب ياتو، الأصعب إنه تجيبه من العدم. عشان كده ربنا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، ربنا قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، زي ما ربنا قال في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فهمت؟ فده الكلام. الترابي أنكر عذاب القبر، ده الترابي،
وديك أدلة كثيرة جدا إنه ربنا يبعثك، وإن تحللت، وإن يعني أكلتك الدواب وأكلك سمك القرش، فهمت؟ وضربوك بدناميت أو فجروك بسلاح نووي، ربنا بجيبك، فهمت؟ حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا لم يعمل خيرا قط، زول كان ما خلى أي حاجة في الدنيا إلا عمله، فجمع أبناءه عند الموت فقال إذا هو مات قال فاحرقوني، قال لهم لما أموت أحرقوني، قال ثم انتظروا بي يوما ذا ريح شديد، قال انتظروا يوم فيه كتاحة شديدة، قال ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. شو الزول ده كيف؟ ده مش يا هو موضوع التراب ذاته، يا هو ذاته. فقال بعد أن فعلوا به ما أوصى به، قال فقال له الله كن، الله قال له كن، أرجع بني آدم زي ما كنت. فقال عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، يا الله أنا خايف. قال فغفر له، فهمت؟ فهذا التراب بينكر عذاب القبر. قال عيسى ما نازل، عيسى عليه السلام ما نازل، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة بلغت 21 حديث صحيح، قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها، إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عيسى حينزل، وأنكر أشراط الساعة كلها، قال يقول لك ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج إيه يا أخي؟ ما في حاجة اسمها ياجوج وماجوج. قال يقول لك الدابة، دابة إيه يا أخي؟ الدابة دي قال كل الناس لما يمرقوا يوم القيامة بيدبوا يعني يمشوا، وربنا قال وإذا وقع القول عليهم قبل يوم القيامة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. دي أنكر الترابي. الترابي في ندوة في جامعة الخرطوم 2006 الميدان الغربي بتاع هندسة، قال يقول لك في الحج الصفا والمروة جاري وجاي، جاري وجاي، جاري في شنو؟ قال أنت بعد الصلاة بتسلم، تقول السلام عليكم، السلام عليكم، بتسلم على منو؟ ليه الترابي؟ الصلاة انتهت، أتمغى ولا أعمل ليش شنو يعني؟ أصفر؟ انتهت، نعمل شنو؟ فهمت؟ فده شغل بتاع لعب. الزول ده مات على غير الإسلام. الدليل على عدم الترحم عليه ما جاء في سورة التوبة. انت قلنا احنا بنجاملك، عندك آيات تعال خش، نحن الباسورد بتاعنا هنا، ها؟ ده الآية ولا حديث؟ تجي تقول لي أفتكر وأرى وأنبسط وفي ظل هذه الديمقراطية، ده ما بخش هنا، بيقول لك ايرور ساين تاكس، فهمت؟ هنا ما بيقرأ معك. فأنت لو دار تغنعنا أغنعنا بآية ولا حديث. ربنا قال في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وفي صحيح مسلم في كتاب الجنائز، أنا عندنا آيات وأحاديث انبساغات دي بتلقوها من التنظيمات الشيوعيين ولا المستغلين، حزب الجمري للعمار المجلي، فهمت؟ ولا معرف المؤتمر الطلاب السودانيين، ولا الناصريان، ولا بعثيين، ولا شعبيين، ولا جبهجية، تلقى عندهم الكواريك. لكن أدلة ونقاش علمي ما بتلقاه إلا عند السلفيين ولا حتى أنصار السنة، ديل برضو باعوا الشغلانية، بقى جبهجي بيدقي أصو الجماعة ديل، بقت الشغلانية حارة عليهم، إيش زاد والزبادي زاد والسكر زاد إلى آخر، هذه بقت تبيع دينا بعرض من الدنيا قليل. المهم في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فهمت؟ ليه ربنا قال له ما تستغفر؟ لأنها ماتت على غير الإسلام. فده دي أدلة واضحة من الكتاب ومن السنة أنه ما بيجوز الترحم على من لا يقتنع بشعائر الإسلام.
زول بيطعن في الدين كله، يطعن في البخاري، يطعن في الصحابة، يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين وحبب المؤمنين إليه. قال أبو هريرة: فوالله ما سمع بي مسلم ولا مسلمة قط إلا وأحبني. دي كلها من كده يطعن في الصحابة. لما يجي يموت تجي تقول لي استغفر لي وربنا يرحمه، فهمت؟ والسودانيين يا اخواننا عندهم عاطفة شديدة، عاطفة، يقول لك لا الليلة الزول ده مات، ما انه ماله، ما هو من زمان قاعد ينكر. وبعدين ما يجينا شعب يقول لي اذكروا محاسن موتاكم، الحديث ده ضعيف، ولو صحيح ذاته ده خبر احاد، اوعك تتكلم ساي تتورط بعدين، فهمت؟ عشان ما تجي تتورط هنا ساكت، هنا ما في انبسغ وارى وافتكر واتصور، امشي استوديو هناك، هنا ما في اتصور، هنا عندك علم، ما عندك علم اوعك تورط نفسك، لانه لو في واحده ذاته بتخلطها بعد شويه ثاني ما بتخلطك، بقول لك انت كشفوك بجيب لي فضيحه ساكت، فهمت؟ فاوعك تدقس تدخل لانه ده ملعب ساخن، فهمت؟ زي ما قال الجماعه الليله يوم الرجال، رواه الكيزان. طيب نفتح فرصه ولا نجاب على بعض الاسئله؟ فرصه مفتوحه، يمكن يكون في شعبي برضه الكلام ما عجبه. شعبي كوز، شعبي كوز وطني، كوز ليبيا، كلهم فرصة مفتوحة. طيب قال: هل صحيح أن الأموات يتواصلون مع بعضهم ويعلمون حتى أسرار أهلهم؟ وأن دي كلها خرافات تاعت حبوبات ساكن، فهمت؟ ودي أصلوا لها الصوفية، يقول لك الشيخ بيمرق من القبر، زي ما كان جابوا في جريدة الدار كأكبر جريدة لنقل الخرافة، متخصصة في نقل الخرافة، يقول لك غنمايا بما يطرف تلد تيسين توأم، في غنمايا ولدت لها بقره ما بتصلب تلد تيس، فهمت؟ لكن عشان يجذبوك، عشان تقرا، عشان بعد ذاك يكتبوا لك الاحتفال بان جريده الدار الاكثر مبيعات في السودان. يشترون بايات الله وعهده ثمنا قليلا. القبه بتاعت عبد المحمود نور الدايم بتاع طابت ده، قالوا قبل فتره قبره طلع مويه، جابوها لك وهذه المويه فيها بركه واحد اولياء الله صالحين. يا زول انت في الجزيره بتطلع مويه؟ طلع لنا بترول، طلع لبن، طلع باسطه، طلع حاجه ظريفه، تطلع لي مويه؟ بعدين يمكن تكون عصرت تحت تطلع مويه مالك؟ فهمت؟ نحن مالنا ومالك. فده كله باطل. في كتاب ازاهير الرياض لعله قاعد، قال: ومن كرامات الشيخ، من كرامات الشيخ، قال انه لما دخل سنار احمد الطيب البشير السماني مؤسس الطريقه السمانيه التي ينتمي إليها البرعي وعبد المحمود نور الدايم الخليفته الآن الجيلي تعطابط، زول كبير جدا، فهمت؟ وغيره من السمانية في داخل وخارج السودان. قال لما خش سنار قالوا له: يا شيخ نحن دارين ناخذ منك الطريق، ولو مسكت الطريق ده أنت خالفت طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والله بالأدلة يا إخوان، كلام ما كواريك ولا عضلات ولا رجالة ولا كده، عندك آية وحديث مش ده تخش الجنة؟ زول بيخش الجنة بغير الآية والحديث. ده قال لما خش سنار سألوه قال له: دارين نخش في الطريقة. وقال له: عشان نخش في طريقتك دي لازم يكون أنت ولي وصالح وعندك كرامات. ودي يا أخواننا مشكلة الناس الآن، يقول لك أنت لو ما عندك كرامة تطير في الهواء، فهمت؟ أو تقلب التمساح حجر أو غيره من الكرامات البنجروها الصوفية، يقول لك ده ما ولي نجيط، احنا دارين ولي نجيط، فهمت؟ يكون ولي صعب، يقول لك ها. عشان كده الان في المحاكم السودانيه الواحد تلقاه سرق حاجه، يقول له: يا زول تعال احلف بالله، يقول لك: يا زول مصحف الحكومه ده دقه ساي ما بيديك حاجه، يقول لك اللي راقد ما بيديك اي شيء، شوف الشغل ده كيف، تقول له: تعال احلف بوتحسونه، يقول لك: اوه ده صعب. صعب كيف؟ يقول لك: ده انا ما بحلف به، وده ببين فوقي طوالي، عقائد خربانة. وبعد مرات تلقاهم طلبة جامعيين، طالب جامعي تلقاه شايل القلم، يقول لك: أبويا الشيخ طبعا عندنا الامتحان بتاع الكالكولوس ده بالله يعذب لي في القلم، ولا يغزه في القبر، أنا ما أعرف داري قوي الشبكة ولا شنو، فهمت؟ أبويا الشيخ عذب لي فوقه، والله الامتحان ده لو جيت أنت وأبوك الشيخ ما تحله، أنت بليد يا ود الناس، أقرأ وخش الشوم ولا أي مرجع من المراجع، أقرأ وحل مسائل والامتحانات اللي قبليك كده بتنجح. لكن تقعد تباري لي فكيا وانت طيب الفكي ما كان يمتحن معك، انت ممتحن براك مالك؟ عشان كده الفكيا ديل بيستغلوا المصايب دي، فهمت؟ وخاصه اذا كانت امراه
زول لو بيجا خايب وما مر ودى اخته للشيخ مثلا بتقرا طالبه زي ما في الديوان هناك بالغرب، واحده مشت للشيخ عشان يعزم لها في القلم، الشيخ خدرها. زمان الشيوخ بتاع زمان ناس انه يرسلك ويقول لك بالله مش داير اعزم لك، هاي شيل البلحتين ديل، واحده بالله في النشاشيبه والثانيه هناك في الاعداديه، تجي راجع تلقى ابوك الشيخ خلاص ضيعك، ضيع عرضك، والله الذي لا اله غيره، فهمت؟ دير ده موضوع بدري، لكن هسه الشيخ بيقو ذاته عندهم نظام جديد، الشيخ بيقوم يخدر البيت جابها في الجراج واهل عمله مشاكل وبتاع، تلبو وديك لهوا زي ده شنو. الميم الشاهد من الكلام قال لما خشت النار قالوا له ورينا كرام، قال لهم دارين شنو؟ كرامات، قال لهم عندنا راقده الصوفيه دي، اي كرامه بتلقاها والله اي شيء، يقول لك اي حاجه عند قول للشيء كن فيكون، عندنا يقول لك الاولياء بتاع عندنا بيقولوا للشيء كن فيكون. قام قالوا له دايرينك تحيي لنا ميت، زول ميت تحييه، ودي يا اخواننا عقيده كفريه وباطله ما اعتقد حتى ابو جهل، والله ابو جهل لو سمع كلام البرعي يقول له انت بليد، لانه دي ما عقيده بيعتقدها بني ادم. ربنا سبحانه وتعالى في سوره ياسين دي بيقراها ناس سنه ثامنه، ربنا قال الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم شنو؟ ها؟ ما لا يرجعون، بيرجع ثاني؟ ما بيرجع. ده قال لهم دايرين ميت هاي، قال لهم اختاروا القبر عشان ما تقولوا اتفقت معاه ودفنته بالليل ومركت له حاجه يتنفس بها وكده، جاي وشغلتكم. قال له بس القبر ده، قال لهم القبر ده هاي بعد ذاك بتقتنعوا؟ هاي قال ضرب القبر كده اترفع وكان رجلا، فقال القيامه قامت، جهجه المسكين الراقد ده، قال لهم القيامه قامت، والله دي الكرامات بتاعت الصوفيه، كتاب زهير الرياض، فهمت؟ قالوا له لسه ما قامت، لكن بس كان عندنا تحدي مع الشيخ، خلاص ارجع وانا لقيت طريق امرق من ودن لحد برجع، والله كان رجعت الا اجور معي الشيخ. انت بتلعب ولا شنو؟ ده شرك بالله. هذا الكتاب بتاع البرعي، هذا له الكرامه اللي قال لك صفحه 41 و43، فهمت؟ قال له سلم يا ولد، ده القلب البت ولد شيخ بيت عديل بيت، قام قلب لي ولد. يا اخواننا بيصدقوا كلام زي ده؟ اسي لو في واحد كافر دار يخش الاسلام بيخش الاسلام بهذه الدعوه؟ ده كفر بالله. ونحن الكلام اللي بنتكلم عنه ده ما كان ابو جهل عنده فيه مشكله، ربنا قال ولئن سالتهم، يعني يا رسول الله لو سالت المشركين من خلقهم؟ تقول خلقكم منه؟ ليقولن الله. هنا قال نمره 16 له سلم يا ولد، ده القلب البيت ولد. أورد هذه الكرامة صاحب الأزاهرة اللي هو عبد المحمود نور الدايم، إلا أنه نسب إلى الشيخ يعقوب بن أحمد الصليحابي تلميذ أحمد الطيب، لو بقى تلميذ ولا شيخ ولا حوار ده هو ده كلهم عطالة ساكت. قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ حوار يعني، وله 6 بنات، فشكى له يوما عدم الولد الذكر. وإنت لو ما عندك ولد تشكر منه يا أخواننا؟ أشكر يا الله، ربنا سبحانه وتعالى قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا ده نبي من الأنبياء، وهو بلغ في الصلاح غايته إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي، شوف شكل يا الله، قال ربي إني وهن العظم مني، يا الله أنا بقيت كبير وعظمي ضعف، واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ويا الله ما حصل دعيتك وانت خيبتني. شوف الكلام ده نجيط كيف، شوف الكلام ده نجيط كيف، ها؟ قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. يا الله، مرتي دي ما ابتلت، ودي مرت نبي، دي مرت نبي ما ابتلت. الليلة الواحد عريس في كثير من 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 قرانا هنا في السودان، في الجزيرة، في كردفان، في دارفور، في الشمالية، في الشرق، في غيره، واحد تلقاه عريس قبل ما يخش على المرأة بتاعته يقول لك احنا سايقين ناس زيارة. يا زلمة عرفنا قولة خير، وعرفنا الخطوبة، وعرفنا الحنة الحرام، وعرفنا الشيلة، وعرفنا الهوس ده كله، والحفلة الغلط ده كله عرفناه. الزيارة دي شنو؟ يقول لك طبعا ماشي للشيخ عشان يبريك لي. والله انت تلعرس لك يا عفين، عليك الله ده ما خايب، انت يا زلمة انت بليد ولا شنو؟ انت ما شاد حيلك ابوك الشيخ يبريك لك مرأة؟ أسيدي دار لا شيخ، أمشي سوق مدني في 700 شماس يبرك عليك، وكتي أنت ما شاد حيلك
والله الذي لا إله غيره، والله لو ما شاد حيلك تلقى 700 بتاع ورنيش ممكن يورنيش عليك بعد ما يبريك ذاته، فهمت يا كلب؟ عقائد وسخة جدا. يقول لك لا أنت بتشك في أبويا الشيخ، بشك فيك أنت، أبوك الشيخ أنا عارفه، أنت الشاك فيك، أنت ما شاد حيلك، تمشي للشيوخ، فهمت؟ يودي للشيخ. زكريا عليه السلام دعا الله، فهمت؟ قال ربي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال يا الله اديني ولد واجعله صالح، ما تبقي شعبي ولا شيوعي ولا مستقل ولا بعثي ولا كوز ولا سجم رماد، الله دايره ولد رضي، فهمت؟ دعوة ما جايها. ربنا قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. زول اسمه يحيى قبل يحيى ابن زكريا ماف، ربنا لما يديك بديك مجية، لكن تمشي لفقرة ها واحد يقول لك يا بقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسي لكرعية، يا زول ده حجاب ولا برول ده؟ يا اخي انت يا اخواننا الشريك ده ذاته شريك عجيب ذاته، يا زول تنادي لك زول زيك؟ ربنا قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله برعي، يا خليك من برعي، الرسل الانبياء الملائكه الصحابه الائمه الاربعه ديل ناس ما فيهم شك، لهم قدم صدق عند كل مؤمن. ربنا قال ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ربنا ضرب مثل اتحدى به والشيوخ ديل عشان ما نكورك ذاته تاني، لا دارين سلفيه لا غيره لا غيره، كلنا نبقى صوفيه بس اعملوا لنا الحكايه دي. ربنا قال ده في سوره الحج، ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، ويخلقوا هنا جاء فعل المضارع مسبوق بلن الناصبه التي تفيد الاستمرار، ما بيقدروا. ولو اجتمعوا له، ولو عملوا اجتماع، نعمل لهم اجتماع نجي نديك قروش ذات ونجيب بيجاي ها بتاعنا اسمهم شنو البيجاي ده؟ ابو حراز كويس، ونجيب بتاع عبد المحمود، ونجيب المكاشفيه كويس، ونجيب ود الابيض والبرعي وازرق طيبه ود المرين كلهم نجيبه، نقول له ود المرين انت اخلق العيون، والبرعي انت اعمل الكرعين الورى، وداك انت ركب لها السري، ونور الدايم عبد المحمود نور الدايم اضرب ابوه، وداك اعمل لها العيون. ربنا قال ما بيقدروا، لن يخلقوا ذبابا. طيب اذا ما خلق ضبانه بديك ولد؟ ها اخواننا ده القران، ودي الدعوة الفاقدين الناس، ودي المشاكل التخلف على نحن واقعين فوقه بسبب الشرك. الناس لو مشت بالتوحيد ربنا بيفتح عليها، والله ربنا يفتح عليك فتح. أسي الليلة أنا يعني أنا دار أي طالب يتأمن، الأحزاب اللي بتجي تتكلم دي كلها، مشروع الجزيرة وسلت غذاء العالم، ونحن كيف الناس اللي أكلوا مشروع الجزيرة والجبهجية طاروا وركوا. طيب تعال مشروع الجزيرة ده عنده ري مروي ومطري، صح ولا ما صح؟ ليه ما قاعد يجيب له شوالين ثلاثة؟ ليه؟ فهمت؟ ما سؤال منطقي جدا. ده كله بسبب الشرك. أي ثلاثة أنفار عندهم قبة. أي ثلاثة أنفار. ما دام ديل قاعدين كده الشرك يمحق البركة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وضرب الله مثلا قرية وهي مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ربنا قال فكفرت بأنعم الله، توحيد والدين والإيمان الصحيح. ربنا قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، كأنما لبسوا الجوع والخوف زي الجلابية بما كانوا يصنعون بالشرك بتاعهم. نرجع لعمك القلب البيت ولد. المهم قال ولو ست بنات فشكى له يوما عدم الولد الذكر. قال له أنا عندي بنات لكن داري لي ولد ذكر يعني يجمع معي التبن ويفتح معي ابو 20 وكذا ويجيه معي الشغلانيه. قال فامره ان يحضر عنده بعد صلاه الصبح من يوم الجمعه واحده من بناته. قال له بعد صلاه الصبح يوم الجمعه تجيب لي واحده انت دايره يقلبوها لك ولد، لانه قال له كونه نحن يعني ندعو لك الله وبعد ذاك المره تحمل وتسع شهور وامشوا شوفوا الحاصل شنو وكذا والولد يكبر وتسنين، ده موضوع طويل. قال طبعا داير لك حاجه يعني تيك اواي، دي حاجه ما ما ما, ما ينفع معانا اديك ولد من البدايه. طيب قال فقال ف
فأمره أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناته، فأحضر من اختارها منهن في الوقت المذكور، فمر يده عليها. ده الشيخ عمل لها سكانين أول أوك للنهاية. ده الشيخ قال له ده هباشا كده عديل، قال لك أوك للنهاية، ما قال لك ده رجليبه ده أظن شغال في في شركة أبرسي ولا شنو ما بعرف. المهم قال تاليا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، فقلبت ذكرا من حينها، وقد عاش ذلك الولد نحو من 55 عاما، وخلف بعده ولد يدعى بورق، وهذه الكرامة مشهورة في بلاده أوضح من نار على علم، ولولا وقوفي على صحتها لما سطرتها هنا. ده البرعي قال لو ما أنا تأكدت منها ما كان كتبتها هنا. شوف الشرك ده كيف. ربنا قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ربنا جاب ولد ما بتقلبه، وجاب بنت ما بتقلبه، فهمت؟ ما بتقدر تقلب، ما بتقدر، مش تقلب، لو عندها ضرر ما بتقدر تحوله منها. ربنا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ما بتقدر تحول. البرع ذاته جاته حصوة. انت قال مصر المؤمنة ألفها ليه؟ لأنه جاته حصوة. والحصوة دي شو سبحان الله من حكمة الله، ممكن تشرب موية كثيرة تنزل، ممكن تشرب بوليبل ولبنبل تنزل، دي كلها أدوية، فهمت؟ ممكن ربنا ينزل لك ساكت. لكن الزول ده مشى الأردن ومشى وين؟ برا السودان، ولفه وجا راجع ما مرقت. عمل مصر المؤمنة: بدعوك يا الله بجميع عباد الله، شرك بجميع عباد الله وخلى الرجال بعد ذاك بقى ينادي في النزوان: والسيدة نفيسة وزينب عمدة واذكر شعوانة، برضو ما مرقت. بعد ذاك بقى يقول: هيا أبو التايو وحامض بعصايو زيل الحصايو وامرات كلايو، ما مرقت، هلك. ربنا قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قلت الأولياء بينفعوك؟ ما كان ينفعوك، ما هو اللي بيعمل لك حاجة. فده كله كذب وباطل. بعدين انت قالبها ليه؟ ما يمكن يكون في واحد خاطبه يضرب لها كده لو سوسن، طبعا العرس بعد سبعة يوم، تقول لها زول سوسن منو؟ انت مش سوسن، انت مش رقم سوسن. يقول لك: كنت سوسن لكن الشيخ قلبني، فهمت؟ تبقى مشكله ذاتها. يا ناس ده مش لعب بالدين، والشغل بتاع الصوفيه ده كله شغل بتاع لعب. غيرهم في الشيوعيين الجبهه الديمقراطيه، طبعا ديل بيقوا ما بيصهروا عادل، تلقاهم شغالين بجمعيات شيوعيين، تلقاهم شغالين كده حكاية القردة شالت نبقة خلت نبقة جدعت نبقة وحات الشعب السوداني قدام المدفع تلقاني وكده، تعال قدام المايك خليك من المدفع، فهمت؟ كل أحزاب باطلة. الشيوعيين دول بيقولوا لا إله والحياة مادة، بيقولوا الله ما في، عشان كده لينين. طبعا نحن يا أخواننا بنحترم الطلبة، بنرجعك لمراجع، وداك ذاته ما بكون فاضي، فهمت؟ الشيوعيين في كتاب اسمه مهمات اتحادات الشباب صفحة 23 قال: بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ قال: نحن لا عندنا أخلاق ولا أي حاجة، لكن بننكرها ليه؟ قال: بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية. برجوازية دي للناس المقرشين. طبعا الشيوعيين عندهم حاجة اسمها الطبقات، بيقسموا المجتمع لطبقات. طبقة البرجوازية ده زول اللي عنده قروش، والبروتاريا دي للناس التعبانين. فيقول لك: نحن ما دارين يكون فيه طبقات، نحن دارين الناس دي كلها تكون واحد. وده ما ممكن. ليه؟ لأنه أنا لو بقيت، لو المجتمع كله برجوازيه ما بشتغل، اشتغل ليه؟ واقرا ليه؟ انا ما عندي قروش، صح؟ منو الزول اللي بيكون تعبان اللي بيحمل تعبه على انه يزرع؟ واحد ثاني بيحمل تعبه على انه يكون سايق بوكس يرفع الخدار، واحد ثاني تقعد في الشمس عشان يبيعه، اللي بيحملوا شنو؟ تفاوت الناس في الارزاق. عشان كده ربنا قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فهمت؟ ده من حكمه الله عشان الكون يمشي. وكمان لو كلنا فقراء اي واحد بعايل للثاني ما في حاجه، ما في اي قروش ولا اي شيء. عشان كده ربنا جعل المجتمع ناس مقرشين وناس شنو؟ ناس فقراء. فده قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازيه والتي كانت تشتق هذه الاخلاق من وصايا الله. وبهذا الصدد نقول بالطبع اننا لا نؤمن بالله. يا شيوعيين. ويتبعهم مؤتمر الطلاب المستقلين ومؤتمر الطلاب السوداني، كلهم بينكروا وجود الله، كلهم. وديل كلهم كفار، لانه ده ما خشه. واحد يقول لك: لا جبتها كبيره. انت كده، انا دار اديك مثل، زول ما خشه جامعه الجزيره بيرفضوا. اسي لو قلت لك زول ما خشه الجامعه بيرفضوا، وده ما خشه الاسلام نكفره كيف؟ ده ما كافر،
وده أصلا ما خش ذاته، ما خش أصلا، ولا تابع لأي دين من الأديان السماوية ولا الأرضية إلا الدين بتاع لينين شيخ، فهمت؟ ولذلك نحن يا أخواننا دعوتنا للناس إنه الناس تمسك في الله وتترك هذه الجماعات والأحزاب، ودي تكون أنت هدفك ووسيطة وصيتنا لك، وهدفك هنا في الجامعة وغيرها إنه تمسك في دينك وفي غيرها من الأمور، وتترك هذه الأمور من التنظيمات والأفكار والأحزاب التي تضلك عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وخليك مع الكتاب والسنة، مع الكتاب ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تسمع لأي ذل وما تباري جبهجي. أنا الجبهجي يقول لك بيجوا للبرالمة يقول لهم لو ما بقيتوا معانا إحنا لقدام ما بتشتغلوا. يا ذل هوي والله أنت لو جبهجي ما بتشتغل الآن، ده كان زمان، هذا الزمن أدينا ليه واجبنا وانطرح حاجبنا وشيخ حسن عاجبنا، الشيخ حسن فوت خلاص أهلك راحنا الله منه، فهمت؟ فما تبقى جبهجي ولا تبقى شيوعي ولا تبقى أنصار سنة ولا تنتمي لنا نحن ذات، ولا منتمي لجماعة ولا بنعترف بجماعة. وسبب تفرق السودان خاصة والأمة الإسلامية الجماعات دي. أمريكا الكبيرة فيها حزبين بس، الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي، عشان كده الرئيس الأمريكي ها دي والحكومة بتاعته ما بسموها حكومة، بسموها إدارة. ليه؟ لأنه الدستور بتاعهم ثابت له أكثر من 100 سنة. لكن هنا حكومات ليه؟ لأنه المناهج بتاعت الحكم مختلفة. بجي أنا بطبق فيك نظرية الترابي، نمسك أول بعد ذاك نصلح. يجي واحد شيوعي ها زي ما مسكوا الشيوعيين ها مسكوا ثلاثة يوم انقلاب هاشم العطا، قالوا الخرطوم ما مكة. لو دار تصلي ما تصلي هنا، تمشي مكة هناك. تلقى هنا في الميدان بتاعكم ده طيارات شغالة، ها الظهر جدة العصر مكة، ها يلا راح أصل. فهمت؟ تركب تمشي تصلي هناك. قال ينبغي أن تحول مآذن المساجد إلى مداخن مصانع. قال الشيوعيين كل البشر ديل، كل البشر ديل إنما يأكلون خيرات الأمة. ولذلك يا أخواننا السودان ده لو ما خلى من الطرق ومن الأحزاب ومن الجماعات ما بيمش ليه قدام، ما يمش ليه قدام أصلا، ما يمش ليه قدام، لأنه كلما الناس تمش ليه قدام خطوة واحدة بيجوا يرجعوك لورا. وكلهم لما ما قاموا على التوحيد والعقيدة الصحيحة كلهم يأكلوا كلهم يشربوا وكلهم يضروا الأمة الإسلامية وكلهم على ضلال، كل الأحزاب. عشان كده أنت خليك مسلم، تصلي وتصوم، عقيدتك في ربنا سبحانه وتعالى، محافظ على صلواتك، بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ليس كمثلك أحد، أحسن زول. وما تباري أي جماعة، لا أنصار سنة لا برشلونة، كله ما تباريهم، خليك براك يا زول، فهمت؟ دي وصية لك. طيب فرصة مفتوحة للمداخلات أو الأسئلة يا أخوان. طبعا التنظيمات دي ما بخشوا، لكن ممكن نفتح فرصة لزول عنده سؤال أو إضافة أو كذا، يعني فرصة مفتوحة. نحن كلامنا هنا كثير، إن شاء الله عندنا محاضرة في الإعدادية بعد صلاة المغرب هنتكلم فيها، نفتح فيها هذه الوثائق ونتكلم فيها بصورة أوسع إن شاء الله عن منهجنا، ودارين الناس يناقشونا في منهجنا، وده ما بتلقاه، ما بتلقى لك تنظيم من التنظيمات بيجي يقول للناس يا ناس هوي ده فكري أنا ودي دعوتي أنا. ما في واحد شيوعي بيجي يقول لك نحن دايرين إشاعة المرأة، المرأة تكون ملكي مشاع للجميع، زي ما قالوا في كتاب البيان الشيوعي الذي أخرجه كارل ماركس وفريدريك إنجلز في الثمانينات أو في 1800، قالوا وغاية ما يلام عليه الشيوعيون أنهم يريدون إشاعة صريحة رسمية للنساء. يعني تاني ما في حاجة اسمها مرتي ومرتك واختي واختك وده بيتنا وده بيتكم، لا لا، بس جيت متأخر من البيت تدقش أقرب باب، تدق الباب وتخش تقع في أي غرفة، غرفة الراجل، غرفة المرأة، غرفة البيت، غرفة العروس، أي حاجة، ده دارين الشيوعين. عشان كده بيقروهم في مدارس التربية، المدارس الاجتماعية، ناس التربية بيعرفوا الكلام ده، في حاجة اسمها المدرسة الجنسية ها، ودي أسسها واحد اسمه فرويد، فرويد ده زول شيوعي. أنا دارين أخواننا طلبة الجامعة ما يكون فهمهم كله فهم بتاع، يعني ما زول داري يقضي وقت، أنت خليك زول شوية يكون عندك معلومات، الدين ده أدي وقت. أصل الناس تلقاه في الصلاة الإمام بس يتأخر خمسة دقائق، خمسة دقائق بس الجامع كله يفور، وده شنو ده وأخرتونا ونحن عندنا زمن، وممكن يتونس يقعد له تحت شجرة معاه واحدة ويكب لها في المكانات ستة ساعات، تقول داير يعمل له اتفاقية جديدة ستة ساعات،
تلقاهم مغزوزين زي حجار البطارية، يا زول مالك ما تقوم على حيلك، فهمت؟ لكن الدين ما دار يسمع له، فهمت؟ فده قال إن البقرة حينما تلد عجلا فيكبر هذا العجل ويشتد عوده يناطح أباه من أجل أمه، نريد مجتمعا شيوعيا مثل هذا المجتمع. ده فرويد، فهمت؟ دي المدارس تحت الشيوعية باختصار جدا. وأي شيوعي فهمت يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع أو عنده ريش أو ما عنده ريش، اللي يناقشنا في الكلام ده ما بتقدر تناقش، والله ما تقدر، لأنه خواف، فهمت؟ ما في تنظيمات، التنظيمات دي كلها عشان كده أنت عارف الجبهجية ديل التنظيمات دي لقوها زي ما بقولوا الجماعة لقوها تنظيمات منتهية، التنظيمات دي والله منتهية. تسمع زمان الشيوعيين ومعاهم حزب الأمة ومعاهم الاتحاديين وغيرهم من الأحزاب لما يجي يتكلموا لك عن إنه سوف نسقط حكومة الجبهة الفاشستية الجاسمة على صدر شعبنا وكاتمة أنفاسه، أنت تقول خلاص البلد دي حتقوم وحتقوم حروب ومظاهرات وبلاوي، ما فيش زي ما قالوا ركشة بيبوري قندران، ما فيش كواريك ساكت. زي ما قال الشاعر زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فابشر بطول سلامة يا مربع، والله سوف نخرج وسوف نخرج وسوف نخرج. زي بتاع القدرة، الليلة بالكاش وبكرة بلاش، تجي وبكرة يقول لك أقرأ الليلة 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 بالكاش وبكرة بلاش، تجي وبكرة لا الليلة الليلة أقرأ أقرأ الليلة بالكاش وبكرة شنو بلاش تاني بكرة، فارق ساكت ما عندهم أي حاجة، فهمت؟ زول فكره ما يقدر يناقشه ما يقدر يعرض. فرصة مفتوحة للمداخلات والاستفسارات والأسئلة والنقاش وأي حاجة، فرصة مفتوحة فرصة مفتوحة. أنا حاسي يعني كأنه في أفراد من التنظيمات قاعدين، لكن طبعا ديل بيستخدموا الساتر لأنه هنا لو اتفضح مشكلة كبيرة تاني ما بيقدر يفك مكانات ال 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 الخالطة، قول لها طبعا أنت وأنا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعة خمنا لا أنت يلقوك لا أنا، المكانات دي ما بيقدر يفكها لأنه بيخمه هنا بآيات وأحاديث أرضي جو، والله أنا أنت فريشك لما تتكيف، فهمت؟ تقدر تخش؟ ما بتقدر، تنظيمات فارغة ساكت، فرصة مفتوحة. اكربوا وأرجلوا وتعالوا خش. انتوا الصغار ديل معلش يعني ممكن تدقوا تضربوا يعني تلفونات للجماعه البرة، قول لهم والله الليله جونا ناس متوحشين، ناس صعبين جدا ما بنقدر عليهم، جيب الجماعه الفوق، انت طبعا بتبع تلعب رابطه، فهمت؟ جيب الجماعه اللي معاك الكبار. طيب ما الحق الذي تكفر به محمد منتصر والدليزيرك وتقول انه مشرك؟ الليزيرك بيقول لك تعبد غير الله، ده واحد صوفي بيجيبوه في الإذاعات بيجيبوه في القنوات قناة أم درمان قناة النيل الأزرق قناة أم درمان وغيرها، صوفي بيقول إنه غير الله بيخلق وإنه غير الله تدعو من دون الله وإنه تتمسح بالأموات، فهمت؟ وغيره من الكذب والباطل. وكان عنده أسبوع أظن اشتغلوا هنا في الإعدادية، وإنسان ما بناظر وما أمين في دعوته بس تلقاه قاعد في التلفزيون ويتكلم ويفوت، لكن ما بيناقش، كل كلامه كذب وبتر لكلام أهل العلم وللنصوص الشرعية. وده زول مجرم إجرام عظيم جدا، يقول لك يجوز تحلف بغير الله، تقول وحات نعجت حبوبته تحلف يجوز، يقول لك ما في شيء، فهمت؟ إلا إذا رأيت أن النعجة هي كالله، لكن إذا اعتقدت أن النعجة ما زي الله تحلف بها عادي ما في شيء، كده أنت بقيت مشرك والنعجة أحسن منك، فهمت؟ ده زول بليد هذا المنتصر لزيرك وفاتح له والإعلام، ده زول مضل. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.